احتفى معهد الوحدة العالي للعلوم الطبية بتخرج أكثر من 80 طالبا وطالبة في تخصصات مختلفة منها الصيدلة والمختبرات والقبالة. خيوط الأمل تضمد جروح الوطن، أيديهم تداوي الأوجاع، وأكفهم تمسح على رؤوس أبناء اليمن. أدركوا مدى تدهور الوضع الصحي ففضلوا التخصص في الجانب الطبي. كوكبة من خريجي معهد الوحدة العالي للعلوم الطبية تحتفي بتخريج أكثر من 86 طالبا وطالبة. الخريجين الذين إن شاء الله سيتم إضافتهم إلى الكادر الطبي والكادر الصحي العامل في اليمن في ظل هذه الظروف الصعبة، بإذن الله أنهم سيكونون رافدا للقطاع الصحي وداعما للقطاع الصحي سواء القطاع العام أو القطاع الخاص. الطب العالي في الوطن الغالي اسم أطلقت الدفعة على نفسها ليكون لها من اسمها نصيب، وتسهم في رفد وتقوية الكادر الطبي الذي حظي بتعليم نوعي سيثمر جودة في الأداء على أرض الواقع. هؤلاء الفتية والفتيات الذين آمنوا بربهم ووطنهم من شباب وشابات، أليس واجبا علينا السد من عضدهم في لحظات قطاف ثمار جهودهم عبر سنين لينطلقوا في دروب الوطن ومسح آلام الجرحى والمرضى؟ وما أكثرهم في أيامنا هذه جراء القصف الهمجي والحصار الجائر. إذن فنعم، لنشتعل بالحماس في صدور أولئك الفتية لينطلقوا أيديا تضمد وأكفا تحنو على إخوانهم. في ظل الثورة العلمية التي يشهدها العالم في المجال الصحي ومع تطور الخدمات الطبية، إلا أن العدوان دمر مقدرات اليمن الصحية وأدى إلى نقص الكوادر الطبية، وباتت البلد في حاجة ماسة لكوادر وطنية. وهذا ما يعمل معهد الوحدة العالي للعلوم الطبية على تحقيقه. نتمنى للخريجين والخريجات أن يكونوا عند حسن الظن في تطبيق ما تعلموه خلال هذه المرحلة الدراسية الممثلة بثلاث سنوات، أن يكون هذا التطبيق ينعكس إيجابيا على المستوى العام الصحي في المحافظات التي ينتمون إليها. وها نحن نصل إلى نهاية المطاف الدراسي راحلين عنه غير رجعة، تركنا لنا بعض الذكريات الجميلة المليئة بكل ما هو سار أو محزن أو مضحك. كيف هذه اللحظات الجميلة بعد إن تمازجت الحواس وتوحدت المشاعر نتأهب للوداع؟ خطوا بأيديهم فكرتها، وعلى مدى 4 أعوام حصدوا ثمرتها ملائكة الرحمة على الأرض ينشدون الإنسانية، ولسان حالهم يقول: رغم الألم يبقى الأمل، رغم الحرب يبقى التفاؤل. سامي الحجري، اليمن اليوم. كرمت مدى